نقول في السجود سبحان ربي الأعلى، معناه سبحان ربي الذي هو أعلى من كل شيء قدرا ومكانة سبحانه وتعالى، وليس المعنى أن الله تبارك وتعالى عالي بالمكان والحيز والجهة. وإليكم ما يقول الإمام القرطبي في تفسيره المسمى تفسير القرطبي. هذا القرطبي توفي سنة 671 للهجرة. في هذا الكتاب الجزء 18 من طبعة دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية، في الصحيفة 141 يقول: ووصفه تعالى بالعلو والعظمة لا بالأماكن والجهات والحدود لأنها صفات الأجسام، وإنما ترفع الأيدي بالدعاء إلى السماء لأن السماء مهبط الوحي ومنزل القطر ومحل القدس ومعدن المطهرين من الملائكة، وإليها ترفع أعمال العباد، وفوقها عرشه وجنته، كما جعل الله الكعبة قبلة للدعاء والصلاة، ولأنه خلق الأمكنة وهو غير محتاج إليها، وكان في أزله قبل خلق المكان والزمان، ولا مكان له ولا زمان، وهو الآن على ما عليه كان. انتهى كلام الإمام القرطبي. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، هذه عقيدة الأنبياء، وهذا ما نحن عليه، والحمد لله رب العالمين.